اخر مدخل المغرب البنات في المساج. شوفوا لي هاد الاله العجيبه تبارك الله. غنشوفوا دابا تجربه قدامكم. يلا بسم الله على بركه الله. اللي كيحس بالعيا ما شاء الله. انا جربتها قبيله البنات العيا ديال سنين مشى ليا في لحظه. شوفوا صبا ما تنساش خلصني اللي فيه شي دغل ما عرفتش راسها واش مسحوره ولا ما مسحوره. فيها المس فيها الجل العاشق يعني اي حاجه اي دغل فك اختي غطلقيها غيبان فيك. ما تكونش واكله يا هادي غتحماقوا عليها بالسخشو البنيوتات غيحماقوا عليها انا متاكده. هادي يا راه خلاص واش الله راه في الجمله. ما شاء الله ما شاء الله البنات في الجمله ما شاء الله. وللاشاره هادشي راه كتصاوبيه انت بيدك. الفطريات ما يمكنش النتيجه اللي جات ما شاء الله ما شاء الله. ثلاثه فهاد السيمانه بالليل اللي جاو عندي قالوا لي نقص لينا 60% لمده شهر. ثم الى شم راجلك فك غادي يزيدك في الصداق وداكشي اللي كاين. ان شاء الله البنات تبارك الله جو كيتخاطفوا علي ولكن راه فريمون فريمون البنات راه شوفوا راه ملي غتشموا غتعرفوني علاش قلت هاد الهضره هادي. ما كايناش اللي ما تقداتش السرغينه هادي ورجعات كيلات منها ما شاء الله. هادي ديال اش ديال العنبر العنبر وعود اربعه من هاد لي بارفان البنات غتاخذوهم شحال 160 درهم. العريصات وحده 45 درهم. شوفوا لي يا راه البنات اليوم ب 45 درهم. العريصات فينكم ب 30 درهم اختي. وجي خدي بارفان اللي بغيتي. شوفوا لي البنات مسك الاميرات اميره العرب عروسكم متتبعات قناه غزاله بريستيج. مرحبا بكم البنات في نهار جديد وفيديو جديد. اليوم كنتواجدوا في الحج فاتح في الولفه عند رواق اميره البنات. جابت ما شاء الله الجديد وبغينا اختي كلكم تشوفوا الجديد اللي جابت ان شاء الله. بالنسبه للعنوان البنات كتواجد في الحج فاتح الولفه. انتم الجامع ديال الحج فاتح كدوروا عليه على اليمين ديالو غيبان لكم البانو ديال رواق اميره هو هذا المحل. ها انتم البنات شوفوا لي المحل ما شاء الله. واليوم السلام عليكم كي دايره اختي كريمه لاباس عليك ما شاء الله منوره كيف العاده تبارك الله. انا كتنوري لي الفيديو في خبارك ما شاء الله. الله يحفظك ليا الله يحفظك. انا شهدت واحد الشهاده حق في هذيك الدكتوره اللي مشيتي عندها ما شاء الله. اييه تبارك الله وصل على النبي. الا كان مسموح راه غير لان جاتك كتحمق كتحمق غزاله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك عويناتك صغيره عويناتك صغيره تبارك الله. انا كنصحكم بها فريمون البنات ما شاء الله كي كنقولوا في يديها تبارك الله وما كتحسوا حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات اللي بغاو يدخلوا عند الدكتوره يشوفوا الخدمه ديالها راه خليت لكم الفيديو اللي قبل من هذا. البنات دخلوا شوفوها تبارك الله عليها وما شاء الله فريمون يديها زوينه وعندها واحد ليكسبيريونس واخا باقا صغيره ولكن ما شاء الله عندها واحد ليكسبيريونس رائعه جدا. ياك لا لا تبارك الله انت ما محتاجه والو. لا مشاها شوفها لا ضروري. لا بصح هي اصلا زوينه ما شاء الله عليها تبارك الله. هذاك الشيء اللي كاين ما شاء الله. اليوم الجديد اختي مستقبل انا بعد بالروائح الجميله كيف العاده تبارك الله. انا كندخل كتقول لي شمي هذه تبارك الله عليك من وين ها هو هذا. هذا ترقبوا في هذا الفيديو ان شاء الله شي حاجه واعره باش غنبداو ان شاء الله الحباب. وتبارك الله العريسات البنات اللي باغيين تهلاو في ريوسكم شوفوا كريمه تبارك الله فكرت لكم في كل شيء. ما غتحتاجي تمشي حتى شي بلاصه اخرى غتجي عند كريمه غتقضي دو ا زد يعني اي حاجه. حتى بالنسبه للعريسات البنات تبارك الله راه عندها فريمون داكشي واعر. باش غنبداو اليوم ان شاء الله اختي كريمه غنبداو بهاد المكماريات اييه تحت طلب الناس ديالنا ما شاء الله. عندنا هاد المخماريه اييه وكيف العاده نشمو لك الله. هذيك الانتيغ هذه ديال اش ديال الانتيغ دي اييه شمو شمو البنات فريمون واحد الريحه اييه ديال الصيف عشاق روائح فرنسيه ما شاء الله. اللي عندنا فيهم هما هاد جوج كوكو شانيل ولا كاينه الانتيغ دي هادي البنات ريحتها واعره. نشوف هذه هذه ديال اش هذه كوكو شانيل ولا كوكو مادموزيل الله الله لا بصح الريحه ديالها الله. هاد البنات كتبقى واحد الرويحه واحد الترطيب واو ما شاء الله. الشعر شويه شويه الشعر ياك ممكن نديرو الشعر هادي زوينه وتخلي الريحه زوينه بصح نيت. وعندنا هادي ديال قصه البنات بحال الدراوش راه هادي تعطيك بريحه قصه بثمن مناسب. هادي بعدا ما غتسخيش تحيدها مني فيك هادي ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما شاء الله. الروائح العربيه الله هاد الروائح العربيه فيها شويه ديال العود فخويتي على حلوه وصيفيه ما شاء الله ريحتها فنه فنه ما شاء الله. وغندوزو للخمره خمره يا اختي اللي دايره اللي دايره ضجه عرفتي فيها واحد الريحه ما شاء الله البنات والله. لا شوفوا غيجيو شمو بعدا غيجيو شمو وردوا عليا البنات. هادشي بالنسبه للثمن ديالو 30 درهم 30 درهم ما شاء الله يعني في المتناول البنات. حنا هادي فرنسيه
ايه بسم الله. اسكندر الله. اسكندر انا من العشاق ديالها، ريحه لي فخويل لي بونبون هذه غتحماقوا عليها سورتو البنيوتات غيحماقوا عليها انا متاكده. هذه يارا خلاص الله. في الجمله ما شاء الله ما شاء الله البنات في الجمله ما شاء الله. وللاشاره هادشي راه كتصاوبيه انت بيدك كريمه، يعني البنات غتاخذوا شي حاجه لي كونسونطري بيان وفي نفس الوقت مخدومه تبارك الله وصافي. تحيه للاستاذه ديالي والمعلمه للحب والتقدير، تحيه ليها تحيه ليها. شكرا لك، تحيه ليها تحيه طيبه ليها. الله يحفظها امين اختي. حنا كنحيوا من هذا المنبر حتى شي ماده كيميائيه فوالا لدرجه بان هذا الماسك ولا التبريمه الا بقاو فاتوا 6 شهور كيخسروا. عندك الحق وي حتى انا وقعت لي انا بقى عندي شويه داك الماسك وي بحال كيبدا كيطلق داك الصوفة بحال هكاك صافي عرفتو تبريم. هذا دليل على انه كل شيء اللي فيه طبيعي من غير حاجه وحده تقدروا ديروه في المجمل. ها بصح بصح حيت حنا ما كندخلو حتى وي من الاحسن يديروه في المجمل حتى ملي بغاو يخلطوا الماسك يكون بارد كيعطي واحد لي في زوين. حيت كاينين الناس اللي كيخدموا دي برودوي ماشي كلشي ولكن كيكونوا كيتزاد فيهم واحد الماده باش ما يخسروش. لا هي اللي ديالها مبيدات حاجه ديالها ولا قريتو على هادشي نتوما غتعرفوا بان بزاف ديال الحوايج اللي هما كتكوينه وانا كنجنب. يعني انا يمكن نخدم بالكريمات نقدر نخدم واقي الشمس نقدر بزاف حوايج ولكن ملي كنلقى زايده فيه شي ماده كنفضل بصح. راه بصح دابا هذيك الماده البنات اللي كتخلي انا وكتحافظ عليه هذيك هي الماده الحافظه اللي كتخرج علينا حنايا. يعني تكون فيها مواد كيميائيه خطيره على البشره جدا جدا ماشي كلشي ولكن بعد بعد اكثريه اختي اكثريه دابا كاين اللي ما كاينش اللي مزيان. كاين الناس اللي مصنعين كيصنعوا بدون ولكن تبارك الله عندهم ديك المهنيه ديالهم ولا الحرفه ديالهم كما كنقولوا كتكون عندهم واحد الموده يعني وتيكون غالي تيكون عاوتاني غالي في الثمن 100% كيكون تيكون غالي بزاف. حنا ناخذ اختي في المتناول شنو هي 30 درهم وتاخذي مخمريه تبارك الله يدير لكم ما شاء الله في الاشكال اختي وفي النكهات غزال يعني كل وحده على حساب لو قول اللي كيعجبها واللي كتفضلوا وثمن 30 درهم. شوفوا لي لومبالاج بعدا انا كيعجبني. عندك هي والزيوت ما كيخصهمش فوالا حتى الباطا ديال الزاج تحتفظي بها تقدري ديري فيها زويته ديال الكوك ولا شي حاجه عندك يعني ما كتخسريش فيها. اش غندوزو دابا المحبوبه الجماهير خلي بلاتي هذاك خليه خليه هو الاخر غندوزو الجديد اختي. هذا هو اللي جيت انا على قبلو نسولك شنو هو هذا الشيء يا كريمه. هذا مقطر ديال الثوم اييه المكونات ديال الثوم والزعفران وواحد السر البسيط ديالي كنعتذر ما تقدريش تعطي بيان سو كيبقى داك لو سكر ديالك. اها هذا اللي كتقدر ديرو السيده الا كانت دايره ليماش الا كان شعر ديالها شي يليق ليماش شعر شهب واذا كان شعرها حرش واذا كانت فيها الفطريات في شعرها الحكه اييه واذا كان عندها التصالح واذا كان عندها حتى بدايه الصلاه حتى بدايه الصلاه اييه ما شاء الله. انا ما كنبينش شعري تنكون انا وياك نوريك درته الشعر زاد لي حتى لهنا ما شاء الله ما شاء الله يا اختي ما شاء الله ما شاء الله. اش غنقول لك تبارك الله تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. اها تبارك الله. شوفوا كريمه اصلا اول مره عرفتها انا عرفتها بالزيوت ديك عقله معايا زيت لا بالعكس بالعكس شوفي هذا انا على سبب انا فقط مجرد سبب تبارك الله تعرفت بزيت تساقط المعجزه اللي سميتو انا فريمون زيت الصالع المعجزه وزيت تساقط المعجزه لان انا جربته جربوا خواتاتي جربوا يعني حتى لا فامي لونتوغاج اللي قريب مني وليت كيشوفوني تيقولوا لي غير جبتي الزيت يعني تبارك الله لقى واحد الصدى كبير ما شاء الله. يعني نقدر نقول لكم في المغرب كامل وربما وصلت لخارج المغرب لا ما شاء الله بزاف الناس اللي خداوه خارج المغرب ما شاء الله. يعني البنات كريمه تبارك الله هذا الدومين هذا انا ما نقدرش نناقشها فيه تبارك الله عليها. وملي شفتها زادت لكم هذا الزيت هذا عرفتوا لا ما غيكونش اقل اهميه وما غيكونش اقل نتيجه قل من هذاك ما شاء الله. بعد هذا بنتي ليا تبارك الله زدتي ابدعتي لا ما شاء الله زوين. هو فيه واحد فيه سلبي شنو هي ايجابي تمثيل السلبي ديالو هو فيه ريحه خايبه. ماشي مشكله اختي ماشي مشكله اختي حنا نطلعوا حتى الثومه الا كانت غداوي لنا شعرنا بالعكس. الثومه شوفي الثومه حيه كدير التهابات خطيره وتقدر تؤدي بنادم التونيا. هذه ما كانتش في راسي. شوفوا راه ما كاينش اللي عنده هذه المعلومه بحال الناس اللي كيديروا كيزاولوا هذا الشيء. اخطر حاجه هي الثومه خضراء التهابات خطير عندك البنات. شي واحد يقول لكم قبضه الثومه وحكوها راه ماشي لكلشي ولكن اغلبيه الناس كتسبب لكم في التهابات خطيره. الله اكبر حيت مجهده يا صرا اونتيبيوتيك فوالا. عرفتي هذا راه كيدار في واحد البحث
واحد المبخار او كيبقى يتبخر كيبط غير البخار ديال يعني المقطر ديالو. اه راه هذاك كما قلت الايمان درنا انا ويا واحد الفيديو قلت لها قطرني ماشي قطرني. هذا ما كيكونش عندي بتوفر خاصكم قبل تكومونديو. اه يعني ما كاينش موجود سور كوموند. واحد القضيه اختي كريمه قلتي لي بلي كل زيت على حساب اولا كل على حساب كل نوع ديال الشعر قلتي لي هذه القضيه هذه ما شاء الله يعني على حساب كل وحده شنو كيصلح ليها يعني ممكن انكم دوزوا لابيل مع كريمه وتقولوا لها المشكل اللي عندكم وتعطيكم الزيت اللي مناسب لنوعيه الشعر ديالكم حصريا. انا كنخدم الابيلات حيت انا من الاحسن. اه بصح شي حاجه من غير هذه الخدمه ديالي. فوالا اللهم بارك الله يبارك ليك والله يسهل عليك ان شاء الله. امين اللهم امين يا ربي اكيد امين اللهم امين يا ربي. وحتى المشاهدين اللي كيشاهدونا دابا يا ربي تسهل على كل وحده فيكم وتعطيها كاع الحاجه اللي كتمنى اللي ما مزوجاش يا ربي ترزقها بالزوج الصالح ان شاء الله واللي باغا شي مولود ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تفرحنا في شي كومونتير في هذا الفيديو تقول لنا الحمد لله راني حامله. البنات كلكم دعيو كلكم ما نخسروا والو هذاك الشيء اللي كاين يا ربي امين. هذا شي وليد قبيح الله يصلح الله يهديه الله يهديه بحال وليداتي حتى انا عندي واحد الوليد صلى على النبي. لا لا ما شاء الله عليه بالعكس دريوي شفتي بغيتي عنده بعدي من الدري الله يهديه اختي بالعكس شوفي الطفل الحركي هذيك راه ماشي شي حاجه اللي خايبه راه هذاك هو الطبيعي راه حنا كنزيدوا فيه والله يهديه جميل. هذاك الشيء اللي كاين نرجعوا للزيت ديالنا وسمحوا لينا على خرجنا على الموضوع شويه. هذاك الشيء بالنسبه لهذا الزيت هذا بعدا شنو داك الشيء اللي فيه باين لي شي حاجه كاينه فيه الزعفران اها بلاتي كورونا كالورد راه ريحته راه ما عندها علاقه مع الورد. واخ شوفي اللي بغى الزين يصبر القريص نحل ليك ما عرفتش المهم البنات النتيجه النتيجه دابا بالنسبه لهذا السؤال اللي غيسولوا كاع البنات واش يديروه قبل ما يدوشوا ياك ساعه كيف العاده مع مساج خفيف هكا ويدوشوا ياك يدوشوا المره الاولى بشامبون عادي الكوش الثانيه ضروري يكون فيها شي جوج معالق ديال القهوه باش تحيد الريحه. آه. واش القهوه سريعه الذوبان ولا قهوه عاديه حبيبات؟ اها اش يديروا لها باش يديروا القش الثاني واش يديروا شعرهم ولا يديروا مع الماء ولا شنو؟ لا شعرهم مع شامبوان مع شامبوان. اه منها غوماج منها بصح فكره زوينه هذه منها غوماج للشعر ومنها كتخلي ديك الريحه زوينه في الشعر هي اللي كتبش وهي راه اصلا منشطه يعني راه تنشط لكم حتى الخلايا ديال الشعر فيها الشعر خاصك القهوه في الدار عندك ديري ما ولكن يزيدوا حتى هذا المخماريه حتى هي البنات راه تحيد لكم ريحه ريحه غزاله هذه حتى هي. بالنسبه ندوزوا دابا للثمن ديال هذا الشيء كامل تبارك الله والمنافع كامله اللي في هذا الزيت هذا اللي شوفوا الحجم ديالو كبير بعدا تبارك الله 100 امل ما شاء الله يعني غيدي لكم والثمن ديالو 70 درهم 70 درهم دابا الثمن ديالو 70 درهم انا درت لكم برومو نهار عقل درت لكم برومو الزيت راه ما زادش راه هذه القرعه هذه مستحيل تلقاوها عند شي حد مثلا بصح اه هذه تلقاوها 100 درهم الفوق عندك الحق انا نهار درت وسختو انها نتيجه ديالها فريمون زوينه زوينه وفعاله ما كاينش الحمد لله شي كومونتير اللي خلى ليا ما لا ما قضاتش ليا ولا ما دارتش ليا ولا بالعكس كلشي تنقول الله يرحم ليكم الوالدين يعني الوصفه فريمون ولكن راه ما غاديش مع كلشي باش نقول لكم الصراحه كنعتذر منكم بالنسبه لهذا الزيت ديال الصلاه الناس اللي غيمشيو للبحر يبعدوا منه دابا تسالوا البحر ديالهم هذا ما كيتواتاش مع البحر عكس هذا تقدر ديري في البحر مثلا اه مثلا بصح هذا الثمن ديالو 70 درهم اها قلنا كنكومونديوه قبل في المحل كتكون عندي واحد الكونتيتي قليله ما كيكونش عندي الكافي يعني يقدر يجي عندي 10 في يعني البنات اللي بغات هذا ما فيها باس تواصل مع كريمه تكومونديه وتاخذي من الاحسن خذي لك انتيا هذا على حساب شحال بغيتو الكميه خذوا هذيك الساعات ديروا بحسابها يعني قول لها واحد جوج ولا ثلاثه ولا اربعه فوالا داكشي اللي بغيت نوصل لهم الا كياخذ لنا ستوك كامل ما شاء الله حيت مجربين وعارفين كاينه المصداقيه دي ام حاجه راه كريمه راه ولاو الناس كيقلبوا عليها كيطلع لك في البحث كريمه المصداقيه الحمد لله كثرت من الناس ولاو كيثقوا فيك بزاف وجربوا طلعتك ما شاء الله فريمون هذه شهاده حق البنات يعني ضروري اللي خصني نقولها الحمد لله. اش غندوزو دابا اختي كريمه؟ ندوز اختي لواحد الدواء ديال الفطريات لان اول مره الناس اللي كيشوفونا واحد الدواء اللي كيبدل الفطريات الله جاو عندي هاد السيمانه جاو عندي ثلاثه ديال الناس جاو عندي ثلاثه ديال الناس اللي قالوا لي الحمد لله نقص ليهم واحد 60% ما شاء الله الفطريات الاظافر عرفتي فكره الاظافر الفطريات ما يمكنش النتيجه اللي جات ما شاء الله ما شاء الله ثلاثه في هذه السيمانه بالليل اللي جاو عندي قالوا لي نقص لينا 60% لمده شهر هذا راه اقل تخيطمو ديال ربع شهور اقل ديال ربع شهور اه وبالنسبه للطريقه كنت قلتي لي يديروا بكوتونتيج ما يقيسوش بيديهم ما خصوش يوصل لعينينا حنا راه دايرين فيه المعلومات ما خصوش يوصل لعينينا
ما يوصلش للعين. ما شاء الله بزاف تبارك الله. انا شفتهم جاو عندك تيشكروا وكيديو عاوتاني منه شفتهم ما شاء الله. اللي خداتو تخلي لنا كومونتير وتقول لنا الدواء البطال هو اللي هو اللي كيجي عندنا بزاف عليه. اييه شنو الدواء البطال؟ شنو هو اختي؟ دابا راه وقته دابا يمكنش هذا سمي. شوفوا اللي جات عندي تقول لي الدواء البطال هذا بطل القمل. شوفوا اللي عندها القمل البنات لوليداتها تاخذ هذا مع المشطة وتنسى شي حاجه سميتها القمل 40 درهم. دابا راه وقت في الصيف الوقت ديالو تيكثر بزاف البنات فريمون بصح. المهم هذا تبارك الله حتى هو ما شاء الله والثمن ديالو قولي لنا الثمن 30 درهم 30 درهم يعني 40 درهم. الا مشيتي تاخذي تريتمون من عند الفارماسي راه ترقد لك واحد 300 درهم اقل حاجه اختي. غير زيت بصح نيت غير زويته زائد المشطة ولكن الريحة ديالو هي فاش بقات داك ما شاء الله كونسونطخي واحد الريحة مجهدة ريحة الأعشاب ريحة الأعشاب وريحة الزيوت العطرية كاينة واقيلا حتى هي ياك يعني راه كتهربوا من الشعر وكتقتلوا. وكيف ما قلت لكم أنا شحال من مرة قلت لكم أنو تخذوه حتى كوقاية يعني واخا وليداتك ما فيهمش القمل حاولي أنك تاخذي ديري منقيطة حدا ودنيهم بجوجو صافي ونسي باش تي الا بغات تجي ديك القمله كتهرب كتهرب فوالا يعني انا حنت بصح انا كناخذو ديما كوقايه ما شاء الله. لا بصح وكنلاحظ العيالات كيجيو كيقول لي اول حاجه اري زيت القمل راه انا مؤخرا قمت شوفوا انا بنيت ورا زوين اختي ورا كيدير واحد المصاج وما غاديش نكبر وقعد دوزنا شوفي ما كاينش مغربي ما دوزوش هذه ما كايناش. ودابا مؤخرا ما عرفتش كيفاش كندوش وكنجمع شعري جاني القمل صافي درتو يمكن شي يومين مابقاش كنحس حتى بشي حاجه وديك المشطيطات شعريت فينا ما شاء الله. انا كان بنتي جابتو لي من المدرسه عرفتي درتو ليها ومشطو ليها اقسم بالله العلي العظيم هذيك هي اخر مره غنعاود نلقى فيها شي قمله. وكيرطب الشعر وكيرطب الشعر بصح هذه بصح كيرطب الشعر وتا الروحه كيخليها زوينه في الشعر يعني البنات راه يعني الا كنتي كان كثير كيف كنقولوا القمل كان كثير راه غير يومين كافيه يعني ديريها شي بلاستيكه باش بصح داكشي اللي درته انايا وشي زويت باش كيتخنق كيتخنق مشطه وغسلي عرفتي الشعر كاين كيرجع مسبسب وهذا على القمل. ودابا نشكروا الناس بلاتي هذاك خاصه فيديو بوحدة هذيك. هذا اختي اللي قلت لكم الا شم راجلك فوق غادي يزيدك في الصداق وداكشي اللي كاين ولا يقول لك ولا يقول لك رديني فلوس من الناس زوين بصح. والله يا البنات تبارك الله انا كنت لحتو في التيك توك وباقي ما لحتوش في اليوتيوب ما شاء الله البنات تبارك الله جو كيتخاطفوا علي ولكن راه فغيمون فغيمون البنات راه شوفوا راه مني غتشموا غتعرفوني علاش قلت هذه الهضره هذه بالضبط. وكاين اللي غيصيفطك راجل كيقول لك سيري شري. لا والله تا خاطر خاطر. شوفوا قلت واحد القضيه البنات شرحي لهم باش يعرفوا بعدا شنو فيه. شنو فيه؟ فيه تقريبا شي خمسه الامساك الامساك البنات. شوفوا وكنحلف لكم والله ما كنحسب شحال من الريحه كندير فيها ها كنكب. وواحد القضيه اخرى مميزه فيها البنات ان الريحه اللي كدير هنا ماشي اللي كدير في الاخرى يعني بحال اللي قلتي كل وحده ريحتك هذه ريحتك ما يا سلام يا سلام يا سلام. والله البنات ما كرهتكم تجيو تشموا ترطيب وريحه عرفتي ترطيب رائع رائع. انا راه كناخذو كندي معايا الحمام ما يمكنش البنات راه كاع اللي حداك يقول لك اش داكشي كديري الريحه كطلع واعره واعره ما شاء الله. بهذا هذا حتى حنايا داير 40 درهم وانت الا بغيتي تصوبيه بشحال يطلع؟ والله ما 100 درهم ما تعطاش هذا علاش؟ لان في شحال من ميس قلتي لي؟ حتى الخمسه حتى الخمسه. ولا بغيتي تاخذي خمسه الامساك راه ما شاء الله ما شاء الله. وفيه الزيت زايده فيه شويه زيت اللوز زيت اللوز شويه احسن من زيت جونسون. وحنا مقاطعون رحنا مقاطعون البنات فريمون واعر يعني واحد ترطيب كيخلي لك في البشره ديالك البنات راه ما يمكنش. دابا عاد عرفتي راه من زيت اللوز داك ترطيب اختي والريحه ما نقول لكمش راه بصح غير زيدك اختي في الصداقه غير صيفطك انت المره الجايه ويعطيك فلوس قول سيري شري منه شي اربعه. بصح والله لا فريمون زوينه البنات والله. حنا شوفوا اللي كتشوفونا كنشكروها من القلب علاش مجربينها وتا الناس ما كاينش شي وحده اللي وصلها تبارك الله ما شاء الله. اش دار في التيك توك البنات خليو لينا كومونتيرات وقولوا لي كيفاش جاتكم. شوفوا ملي تشوفوني كنشكر كنشكر عرفوني واحد الحاجه حمقاتني البنات الحمد لله الحمد لله. هذاك الشيء اللي كاين. اش غندوزو دابا اختي كريمه؟ هذا الماسك اللوبان اللي كان مابقاش عندي واحد الشيء ماسك اللوبان اييه ها دابا حنا راه حرجه ليه وجات لونها ما عجبهاش حيت في الاول كنبغيو نتصمر ومن بعد كتبغي تعاود وياه اختي كندمو بصح حتى انا وقعت ليا خلطي لي هذا وديريه راه من الدقه الاولى غيحيد لك ديك الخلايا اللي
يعني مبيض، نقدروا نقولوا مبيض فوري، لان كتبان لك النتيجه من اول استعمال هذا. كيصلح الوجه وكيصلح للرقبه، شنو اخر كان؟ واليدين. وسرغينه تبارك الله اللي معروفه كريمه بها ما شاء الله، البنات ما كايناش اللي ما تقداتش السرغينه هذه ورجعت كيلات منها ما شاء الله. هذه ديالاش؟ ديال العنبر، العنبر وعود. هذه واو ريحه ديالها فريمون فن 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 ما شاء الله. اللي كيعجبها العود البنات تاخذ هذه ديال العنبر، راه فيها العنبر وفيها العود، والريحه ديالها راه يعني ماشي ديك الريحه اللي نقول لكم كتخنق، ولا هذا ديال سرغينه كاين شي سرغينه كديرها كتخنقك. الريحه ديالها زوينه زوينه ما شاء الله، ومسخيه البنات تبارك الله. البنات اللي ديجا كياخذوا من عند كريم راه غيعرفون علاش كندوي، تبارك الله تحيه ليهم. وسرغينه ديال كريمه البنات راه تشهرات تبارك الله في المغرب، الحمد لله. ولا قنوات كيدويو عليها، كاينه ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. وكاينه ديال الزهر، الناس اللي كيبغوا الزهر، اللي كيبغيو الزهر غيحماقوا عليها. عريسات بالنسبه للعروسه نهار الحنه كدير ديال الزهر معروفه، راه كديرها في الميكا باش ما كيمشيش لها داك الزيوت العطريه ديالها، ياك باش ما تنشفش. فن ما شاء الله، وما كتغمل ما والو، ما عندكم لا شفاف. لا لا باقا عندي، باقا بالميكا ديالها كتبقى نفس الريحه اللي ديتها النهار الاول، باقا ما شاء الله ما كتبدلش. وهذا بخور شنو انا وياك درنا؟ هذا ديال المالديف، ياك مشيناش للمالديف درنا بخور المالديف. ما يبقاش فيكم الحال، انتم اللي جا يقول لي ما مشيناش بنا من المالديف، واللي مشى بصحته صحته وراحته مشى بلاصتنا والله. شوفوا لي ها غرام منه كيبخر يعني ما شاء الله، غير وحيده ريحته بحال الفانيد، بحال حلو 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 ما شاء الله. والتلوينات ديالو البنات داك الباطا ديال الزنجيره كانت عندكم ديروا فيه كيبان فيه واعر مع البخره هكا في البلاطو، كيبان رائع ما شاء الله. ندوزو للثمن اختي كريمه بالنسبه للسرغينه، 30 درهم سرغينه 30 درهم. شوفوا تبارك الله قداش انتم 60 درهم، 60 غرام كل غرام ديال الدرهم خاصها تكون 60 درهم فوالا. حنا ما خسارش في الناس ديالنا، حيت بلايص اخرين كتلقاها ب 60 درهم بصح نيت ماشي خساره فيهم. هذاك الشيء اللي كاين 20 درهم، هذاك 20 درهم بخور مالديف فريمون زوين. تحيه لاختي سميره كيعجبها بزاف، حتى انا اختي كيعجبني بزاف. تحيه ليك تنشيه، تحيه ليا حتى انا. شي وحده غارت، مرحبا مرحبا. غندوزو لام الناس، هذه ماشي ام الناس، هذه اللي داير شي حاجه الله يعاونو. صافي شوفوا هذه كتطلق، هذه اللي فيه شي دغل. شوفوا هذه اللي فيه شي دغل، ما عرفتش راسها واش مسحوره ولا ما مسحوره، فيها المس فيها الجل العاشق، يعني اي حاجه اي دغل فك اختي غطلقيها غيبان فك. ما تكونش واكله ياك، اما الناس اللي واكلين خصهم ضروري اعلى. انا نسحب لي ما تكونش واكله، لا ما تكونش واكله. السحر هنا كاين السحر الماكول، الله ينجينا الله ينجينا اختي ونجي المتتبعه ديالنا اختي كامل الله يحفظهم. انا شخصيا عندي تجربه مع هذا السحر الماكول، وكلوا لي الله يسمح أكبر. ليهم الله اكبر، شويه ما صيفطوني اقسم بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. غريب الامر راني خديت وسط الناس في كاس ديال اتاي، اقسم بالله في عراضه. سمعوا سمعوا اللي كيتيقوا يمشيو من بينكم، حتى انا زيدوني عليكم حتى انا. وسط الناس وسط المناسبه خديته في كاس ديال اتاي، يعني اقسم بالله لا رجعت من الموت. لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله. بالنسبه لهذه البنات كيف ما قلت لكم راه والثمن ديالها شحال؟ 30 درهم. ولكن البنات راه فعلا اللي عندك شي حاجه شي دغل غيبان فك، غيبان فك اختي وغيتحيدي ان شاء الله. تفضل. دابا غندوزو الحبيب ديالي لواحد الماساج اللي هو جديد جديد. رينا الماساج اختي، رينا اول نذكرهم بهذه، هذه ديال الدبان وشنو ولا اللي دابا راه وقيت هذه تاهي. هذه ديال الضو، ياك كضرب الضو علينا مضاربين مع واحد الدبانه مع صغير، وراك كتهرب دغيا خفيفه. هذه الثمن ديالها اختي كريمه 150 درهم، ولكن وداع لشنيوله. العاديه ديال العاديه ديالها شحال دايره رشيد؟ 120. هذه كتقدر توقفيها بحال هكا والدبانه اللي دازت. فوالا. لا 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 كتقضي على داكشي. شوفوا الا دايزه شي شنيوله كمرور الكير حطها حدا راسك هذه في الليل. طفيتي الضو. ومع كيكون فيها الضو هذا هو اللي كيجبد الحشرات. غير كيجيو مساكن كيتشواو. كياكلوا العصا. لا عاوديش قلتي اختي كريمه؟ كاينين اربعه ديال هاد لي سباي مختلفين 160 درهم. اربعه من هاد لي بارفان البنات غتاخذوهم شحال؟ 160 درهم. العريسات وحده 45 درهم. شوفوا لي يا راه البنات اليوم ب 45 درهم، العريسات فينكم؟ سبراي غير هذه، غير ديال هذه سبراي. الشكل ديالها بحال بارفان فنه. هذا سبراي البنات العريسات اللي بغات الدفوع ديالها. اييه كتجي رائعه بصح. وتوفوا سوا يتقاد. اييه شوفوا لي البنات فنين. كاينه يعني تخيلي معايا اربعه البنات غيبقاو لك ب 160 درهم فقط. بكره روج اللي معروفه دابا البنات. ترند. خيارة خلاص. خمرة خمرة ما شاء الله. ومسك الابيض
غتاخدي باك فيه ربعه ب 160 درهم، بغيتي وحده غتاخدي وحده ب 45 درهم. ما شاء الله تبارك الله عليك. اختك لاله العروسه الله يسهل على كل واحد. امين اختي اللي ما دار حنا الله يسهل عليها. اش غندوزو دابا؟ غندوزو حبيبتي لهاد المروحه. اختي انا راه من الصباح البنات وانا كنتبرد بها، الله على برد فيها غزاله. هادي تالي خارجه خرجها معاك، انت جالسه في شي بلاصه هكا فيها الصهد وانت كدوزي عليك، وباش زوينه كتحكمي حتى في البرد كتحكمي فيه. فوالا او حتى في الشارج. هكاك الثمن ديالها 100 درهم، ولكن هذه راه بروميير كاليتي حيت فيهم كاليتي البنات. شوف راه كاينه ديال 45 ديال 40 درهم، ولكن ما غديرها غتسكت لك من المره الاولى راه بعد المرات. هادي معاد باينه السلعه المزيانه وباينه السلعه اللي كي كنقولوا عند رخصو طيح نصو. راه كنقولوا بعد مرات البنات كتبغي تنقصي في الثمن وكتولي ناقصه حتى في الكاليتي. اللهم خدي شي حاجه مزيانه. هادي تقدري تعلقيها في عنقك. هي نفسها. وتقدري تحطيها كسيفوره ديال التليفون. ما شاء الله مزيان، يعني ثلاثة في واحد. ومنها كتبرد داك اختي واحد البرد غزال فيها يا البنات. حنين اختي حنين البنات. ماشي نفس الثمن ديال هذيك. هذه شحال نخليوها لهم؟ هذه الكحلة 80 وهذه حتى هي 80. الكحلة 80 وهذه 80، وهذه كي قلنا هذه الطوب ديالهم شحال؟ هذه 100 درهم، فيها سيبورات هي باش ديري التليفون ديالها. ما شاء الله. كاينه هذه شحال؟ هذه اللي كبيره البنات 30. هذه 130 درهم. هذه ديرها كف بيت نعاس، ديرها في شي سيجور شي بلاصه حتى في الكوزينه انت كتشقاي عليك الصاد وتلقاي حداك. كيشارجي هذه اللي كتشارجا. كتشارجا كلهم كيتشارجا. كلهم كيتشارجا فوالا. الثمن ديالها 130. 130 درهم. اوه زوينه البنات هذه وكبيره، يعني ماشي داك الكبيره بزاف ولكن راه نفس لفه ديال داك الكبيره. ما شاء الله. وغندوزو هذا اختي بزاف البنات شكروه. انا ما كنتش مجربه، ما كنتش نقدر نهضر عليه. الشامبوان ديالو والماسك ديالو بالنسبه للناس اللي عندهم شعر ناشف يا سلام. ما شاء الله. الماسك دار ساعه قبل، ساعه قبل انا كنفضل دار شي فوطه. فوطه ساخنه كي كنقولوا ياك. مويه. وتبقى في شعرك واحد الساعه. ما شاء الله. اللي شعرها عادي ديرو غير تقول ساعه ربع ساعه، ولكن اللي شعرها ناشف ما شاء الله. كيمشي بوحدو ولا معاه الماسك ديالو؟ الماسك وشامبوان. الماسك وشامبوان 150 درهم. 150 البياسه بوحدهم دايره 80 درهم. اللهم تاخذيهم بجوجهم كيطيحوا عليك رخاص. ها هو الشامبوان ديالو. بزاف البنات اللي شكروه فعلا البنات. هذا كبير هذا الشامبوان ماشي صغير. ديال البرازيل ياك؟ برازيليان. فوالا خاص الناس يديروا. هذا راه داير ضجه كبيره دابا البنات تبارك الله. 800 امل ما شاء الله. شوفوا شوفوا لي البنات هانتوما راه بحال بحال درتي الكيراتين اولا البروتين، ولكن ماشي كنزيد انا اضافات فيه ما شاء الله. اييه عندهم تساقط الشعر. انا شفت البنات جاوا عندها قالوا لك زيدي لينا فيه. راه باقي شي حوايج زايدين فيهم ياك ولا داوم عليهم باقي. كاين الناس اللي كنضغطوا انا افونس كنزيدو لهم فيهم ما شاء الله باش كيكون اكثر فعاليه. ما شاء الله غزاله كلشي عندك غزاله اختي كريمه، ما كتبيعي شي حاجه خايبه نهائيا. غندوزو لهذا ديال ديفيزور ديال الشميعه. ديال الشميعه البلدي التقليدي حتى في الحمامات ريحه كتبقى في الحمام زوينه. ما شاء الله. الحمامات صغيرين ومسكودين. بصح ديري مره في يومين ثلاث ايام شي شويه ديال زيت الاساس وشميعه خلاش على واحد 10 ديال الدقائق. اييه وطفيها عرفتي ريحه كيفاش كتبقى في الحمام. عندنا ديفيزور وشمعه وزيت ب 60 درهم كاملين. ما شاء الله، يعني كتاخذي الديفيزور مع الشمعه مع هاد الزيت كلهم 60 درهم. الزيت كاليتي زوينه ماشي كتلقاها وتحسي ولا كنخدموا بديك الشيء زوين ما شاء الله والحمد لله. ما شاء الله الحمد لله الشيء اللي كاين. وغندوزو اختي للمبيخرات الجميله ما شاء الله البنات. هذا تقدروا تديهم لديوركم، تقدروا تعطيهم كادو. شوفوا لي ما شاء الله وحده تنسيك في الخرج تبارك الله. هادو بالبلاطو بكل شيء بغيت 300 درهم حاليا الباك كامل. شوفوا لي الباك كامل البنات كتاخذي البلاطو السيمانه غيولي 350. ها نعم يلاه سريعوا البنات. عندكم المبيخره، عندكم المرشه، عندكم هذا ديال بجوج مرشات. لا هذه ديال كنستقبلوا بها الضيوف. ها فيها العود ولا الروح ديال الزهر ما شاء الله كتقاسي فيها زوين زوين بزاف غزاله. حتى في النيضره البنات كاين فيها الضوغي هذا كتحمق ما شاء الله. شوفوا لي في هذا برونز خلاص هذه اللي واو ليش شوفوا 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 لي في الدياموند فيما حطيتيها. شوفي جهه شوفي جنبها فيما حطيتيها بصح رائعه. كاين فيها تبارك الله الكبيره وكاينه الصغيره. شوفوا الكبيره هذا فيهم دايره 400 درهم اغلى وحده. هي هذه واقيلا لا
وفيها جوج ديال المزورات تقدر تخزني فيهم البنات البخور، تقدر دير فيهم حتى الذهب ديالك، تقدر دير فيهم اللي بغيتي اي حاجه. وغندوز اختي لهذا المسدس البيستولي، هذا خاوي ما فيه مشارجي شويه، هذا الثمن ديالو شحال؟ 100 درهم. ما شاء الله كنت حطيته هو معاهم، كيجي منظر زوين خلاص الذهبي متيول. هذا غير تيلي صوب راه ماشي غادي تيلي صوب، هذاك شاليمون تشعلي به الفاخر. فوالا تشعلي به الفاخر، هانتوما باش تنوري حياتك تنوري حياتك تصبي بالواقع. هادي فيوزا او ميم طون ديكور غزاله صافي، يعني واخا يطيحوا ولادكم تخيلوا. هادي اهم حاجه، صافي هادي اهم حاجه. لا عندها شي ولاد بحال ولادي تبارك الله ما شاء الله الله يخليهم لك. هادي الثمن ديالها شحال درهم؟ هذا 120، 120 درهم. منها البنات اباجور، منها تحتها كفاز زويونه. شوفوا شوفوا انتم كيفاش كتبان كريمه من حداها، شوف نور ما شاء الله الله ينورك. اش غندوزو دابا كريمه؟ ندوزو الماساج جديد، يلا تشوفوا المفاجاه معنا اليوم. 30 درهم اختي، وجي خدي بارفان اللي بغيتي. شوفوا لي البنات مسك الاميرات، اميره العرب، عروسه، شوفوا لي تبارك الله، هادو كاملين البنات 30 درهم. عزلي اي عطر بغيتي خديه 30 درهم. سارعوا البنات، الكميه محدوده جدا. هذه هي السلعه اللي بقات فيهم، من بقات درتو ليها 30 درهم. شوفوا لي البنات حتى الامساك، شوفوا لي ديال اميره العرب يقدر يمشي في نهار ولا يومين. بصح نيت صافي البنات فنين، انا بعدا يعجبوني نحطهم حتى الكوافوز، تخلي منهم ديكور ما تستفدي منهم. فنين البنات، استغلوا الفرصه 30 درهم. هذا البنات هاد السبراي ديال 10 دراهم لقات واحد الاقبال كبير تبارك الله. فوالا هادو ديال لطافه، واضطرات كريمه انها تزيد لكم الكميه فيه، لان بزاف البنات اللي وصوها عليهم. المهم راه جابتهم لكم تبارك الله. كاين فيهم ربعه ديال لي بوف، شوفوا ليا كاين هاد شابريم ثلاثه، وكاين هذا لابيل في، فنن الريحه ديالهم البنات صافي داكشي اللي فريمون فنين. هادو بقات فيهم تقريبا شي 60 بياسه ولا 80 بياسه البنات، باش نوريهم ليهم 10 دراهم. ها انتم 10 دراهم البنات، هادو جيو خذوهم كيفاش مع الاضاءه. ها انتم شوفوا لي البنات 10 دراهم، جيو خذوهم، الكميه اللي بقات فيهم جد جد محدوده. اخر مدخل المغرب البنات في الماساج، شوفوا لي هاد الاله العجيبه تبارك الله. غنشوفوا دابا تجربه قدامكم. يلا بسم الله على بركه الله. اللي كيحس بالعيا ما شاء الله، انا جربتها قبيله البنات، العيا ديال سنين مشى ليا في لحظه. بالنسبه لهاد لاماشين هادي راه خاصكم تعرفوا تتعاملوا معاها، راه زوينه كتحيد الحريق. أيه. شي عندك الحريق شي بلاصه بصح كاين اللي كيكون عنده الكتف كيضر، بصح عندك الحق كتسرع الدوره الدمويه ما شاء الله ماشي يضرك ديك البلاصه. اييه راه كتحسي كتزنزل بالدبدبات. بالدبدبات فريمون. شوف فيها هادي دابا جوج في واحد، راه ما كانش انا ديك واحد واحد صافي. ناولينا واعرين جوج بالحاجه. جوج بالحاجه، هذا فيها جوج الريوف ديال هذا ياك. اييه هذا الراس خاص بالمساج يعني للعيا، البلاصه اللي فيها العظومه هذه تقدر تستعملها. البلاصه اللي فيها اللحم تقدر تستعملو حياتك مثلا. هذا واعرين البنات تبارك الله. عندها شحال من راس؟ ثلاثة. عندها واحد جوج ثلاثة، ثلاثة عندها أربعة، ولكن واحد ما غاديش نهضرو عليه، غنبينو ليك وما غاديش نهضرو عليك حيت كيخدمو به غير مختصين. بما انني انا ماشي صاحبة اختصاص ما غاديش نقول لكم شي حاجة اللي بصح ما كنفهمش فيها. واخا كاين هذا تقدر ديرهم في البلاصة اللحم. ما شاء الله شوفوا شوفوا كيفاش كيخلي الأطراس باش تعرفوا كيتغلغل سبحان الله. هذه تقدر ديرها في منطقة البطن الخد، الناس اللي كيترينيو هذه كتحيد العيا ما شاء الله. والاولى تقدر تحيد السيلوليت بان ليا. تقدر لا حبسنا الرفيسة اختي، راه مايمكنش نحبس الرفيسة، راه كلشي على الرفيسة، واخا دابا في الصدر ما نقدوش عليها اختي. خاصها يخلي وكال وكال، انا راه عطيوها ليا ما حبسناش دكانية لا انا ماشي دكاني، ولكن راه خايده دكاني راه وليت دكاني. ايوا صافي راه وليتي من جيراننا. هادو تا هما خصكم تردو معاهم البال شويه، الا مشيتي خدمتي بهادو بالفقرات تقدرو ديرو شي زبله. يعني هادو كيفاش نخدمو بيهم؟ بحال هكا واصل هكا هكا هكا، ما خصكش ديها بالنسبه لهذا السيد اللي كنجرب ليه راجلي داك يجي شي واحد يقول لي ديري ليا ندير العيالات ياك. ها كوموندي وحدنا هذا المساج
يقدروا يخدموا بهادي هادي هادي. شوفوا من اخطر الاشياء اللي ممكن يخدموا بهم هما هادو. هادو اللي اشكال هادو هادو كيصلحوا الفقرات كيخدموا بهم الناس المختصين اللي تبارك الله دايرين فوالا بصح ماشي حنايا نجربوا نخدموا العباد. هذا راه ما عندكم بحال القرطاسه دايره حتى هي تقدروا ديروا الزلق غدروا فيه بهذا. لا حول ولا قوه الا بالله اختي. الناس اللي غيكومونديو عندنا هذا الماساج غادي يخدموا غير بهاد الثلاثه كما قلت لهم هادو هادي وهادي ياك. هادي كتخدم حتى الركبه هادي حتى الركبه اي الناس اللي عندهم مشكل ديال الروماتيزم من الركبه كتخدم بلاصه اللي فيها الحيوانات. وهادي كنخدموا بها الكتاف والسنسول. وهاد القرطاسات احسن ما تخدموش بهم استغنوا عليهم بعدو من القرطاس. غندوزو دابا للثمن ندوزو للثمن بعدا الثمن نقولو الثمن ميتين وعشرين درهم بحال فابور هادي 220 درهم البنات تبارك الله. ما اختي وصلنا النهاية ما كنسخاوش اختي سالي هاد الفيديو هذا والله ما كنسخاوش والله ما سخين. وبالنسبة لي باقي ما خداتش هاد المعطر هذا البنات الريحة ديالو راه كتشم من على برا ديال الدار ما شاء الله ديال الحامض زوين. انا ديتو ديك المرة حمقني صراحة. وكاين ديال لي فلوغ حتى هو رائع هذا ديال الياسمين ولي فلوغ شوفوا ليا ريحته فن هذا تبارك الله كترش شي رشيشة الله جاسمين جاسمين اها. وكاين ديال الفاني اللي عشاق الفاني غير حماق على ديال الفاني انت ما عندكش مع الفاني المسك شوفوا شوفوا المسك واحد هذا ديال المسك اه هذاك المسك نقي شمي 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 المسك وجا المسك ديال الله الله على ريحه شحال غزاله ديال المسك عندك الحق الله ترى كيفكرني في الوالد كان عزيز عليه المسك ديما كتشمي فيه ورا كاين البخورات حنا تقريبا ما شاء الله والبخور خلاص البنات. كاين هادو الصغار شحال اختي كريمه 30 درهم هادو 30 درهم والكبار ابتداء من كيبداو من 80 درهم من 80 درهم هذا بخور عود مود رائع البنات والنفيس سالي ويلي كيحمق عرفتوا هذا بعدا والله الا ملي كنطلقوا كان كيطلع راجلي تيقول لي راه شميت الريحه من الزنقه لا كتعطي والله الا من الزنقه البنات في رمضان ما شاء الله دوزت رمضان كله به. كاين امير العود خلاص هذا اللي شوكولا اييه كاين امير العود هو زوين هذا اييه ريحته خفيفه ريحته خفيفه فريمون زوين. وكاين النفيس فين هو النفيس هو اللي كنت خديت من عندك ديك المره زوين. كاين كلمات البنات شكون اللي مجربه كلمات واعر كلمات والدرهم هذا هو بلاتي نشم هذا بلاتي شوفوا لي البنات هذا الشكل شوف الشكل ديالو كيداير هذا معمول هذا المعمول واو هذا الحراسات اللي غتجوج شوفي اختي شري هذا هذا البنات جو سولوا قولوا الكريمه جبد لنا داك الموف اللي قالت لنا غزاله العروسه بخور العروسه قولوا لها جبد لكم بخور ديال العروسه واعر هذا لا واعر 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 اللي كيبغي العود غير حماق عليها البنات. كاين تبارك الله عود مخمخ حتى هو راه معروف ما شاء الله ها ونفيس ريحته خصوصا هذا البنات اللي هكا اش كنقولوا ليه بودر بودر اي هربت لي السميه داخ احمد ما مغديينش ما مغديينش حتى هو الريحه ديالو زوينه البنات ما شاء الله. شوفوا اللي نقول لكم انا جو عند كريمه وخليو لها هي الاختيار ثقوا فيها غتجبد لكم احسن ما كاين الله يحفظك الله يبارك فيك. ايوا وصلنا النهايه ما سخيناش اختي كريمه ما سخيناش اختي كنتلاقاو انا وكريمه راه الحماق وصافي داك الحماق فيه وفيه الواحد هو اللي شويه هذاك الشيء اللي كاين الله يخلينا ديما ضاحكين وراه يحفظك وليداتك وتبارك الله عليك والله يعطيك صحيحتك ما شاء الله عليك تبارك الله عليك الله يبارك فيك جميله وزدتي جمالا ناري غادي نتصرفك انت صارتي خايبه ان شاء الله والله يكمل عليك بخير امين يا ربي امين امين حبيبتي تبارك الله وفيك. نتلاقاو ان شاء الله في ساعه اخرى سعيده باذن الله وبسم الله عليك وبسم الله عليكم